هروح مباشرة إلى الزملاء الأعزاء، زميلي العزيز محمد توفيق والزميلة العزيزة روزان نصر، إليكم الميكروفون، نعرف منكم الأخبار والأجواء في صالة سيتي كلاب في ملعب السلام. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك وضيوفك الكرام في الاستوديو كابتن محمد عبد الله وكابتن ياسر صلاح، وبالطبع برحب بزميلتي العزيزه روزان نصر. يعني منورنا النهارده في استوديو الابطال يا محمد، يعني يمكن جوله جديده من جولات استوديو الابطال النهارده ومباراه الاهلي وسبورتنج في ختام الجوله الثانيه من المرحله النهائيه لدوري عمومي سيدات. يمكن النادي الاهلي بالطبع بيدخل البطوله النهارده او بيدخل المباراه وهو متصدر جدول الترتيب، بالطبع كمان النادي الاهلي بيدخل هذه البطوله وهو حامل اللقب لعدد كبير جدا من البطولات توالي. ان شاء الله يكلل مجهوده ومجهود كل الجهاز الفني واللاعبين والنادي الاهلي يحافظ على لقبه الدائم في دولاب بطولات النادي الاهلي بدوري عمومي السيدات. يمكن يا محمد النهارده زي ما قلت لك ده المباراه في ختام الجوله الثانيه، يمكن كان في مباراه سبق هذه المباراه كانت ما بين الشمس ونادي الزمالك وانتهت بفوز نادي الشمس ب 33 مقابل 26 نادي الزمالك، وبكده نادي الشمس بيستمر في الوصافه ونادي الزمالك بيقبع في المركز الاخير كما هو. يمكن زي ما قلت لك الاهلي وسبورتنج النهارده مباراه كبيره ما بين الفريقين، النادي الاهلي طبعا صاحب المركز الاول وسبورتنج المركز الثالث. للتحدث اكتر وعن ارقام المباراه وموقع الفرقتين يمكن روزان نصر بقى تعرفنا اكتر. يا روزان يعني كلمينا عن ارقام الفرقتين وازاي بيدخلوا المباراه النهارده وترتيبهم. في البدايه طبعا برحب بيك زميلي محمد توفيق وبرحب بيك يعني يا كابتن محمد، وبرحب كمان بضيوفك الكرام في الاستوديو، برحب كمان بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني استكمالا لكلام زميلي محمد توفيق خليني اقول لحضراتكم بعض المعلومات عن مباراه اليوم ما بين الاهلي وسبورتنج. النادي الاهلي طبعا زي ما زميلي قال يعني بيتصدر جدول الترتيب النهارده برصيد 5 نقاط بعد طبعا الفوز في مباراه الامس على حساب الزمالك بنتيجه 35-28، بينما يدخل سبورتنج في المباراه النهارده في المرتبه الثالثه برصيد 3 نقاط بعد التعادل طبعا امام نادي الشمس بنتيجه 28-28. الجدير بالذكر يعني يا محمد انه خلينا نقول انه اخر مباراه جمعت ما بين النادي الاهلي وسبورتنج كانت في اليوم الختامي للمرحله ما قبل النهائيه وانتهت بفوز النادي الاهلي على سبورتنج بنتيجه 28-23. يعني بروزان زي ما قلت بالطبع دي كانت اخر مواجهه كانت في الجوله الختاميه في المرحله قبل الاخيره. محمد يمكن عاوز اعرفك كمان يعني بسرعه نظام البطوله، يمكن تم تقسيم فرق الدوري العام الى مجموعتين، تم صعود اول 3 فرق من كل مجموعه، اتقسموا ل6 فرق يمكن لعبوا دوري من دور واحد، بعد يعني بعد ما بقوا 6 فرق لعبوا دوري من دورين. يمكن النادي الاهلي طبعا يعني احتل الصداره وبعديه نادي الشمس ومن بعده سبورتنج وبعد كده الزمالك، طبعا كل فريق دخل هذه المرحله النهائيه. النادي الاهلي بصفته في المركز الاول بنقطتين، الشمس نقطه ونص، سبورتنج نقطه، والزمالك نصف نقطه فقط. طبعا بعد نتائج الامس زي ما قلنا النادي الاهلي وصل ل5 نقاط، ومن بعد الشمس اللي وصل كمان النهارده بعد اضافه 3 نقاط امام الزمالك وصل ل6.5 نقاط، وان شاء الله بفوز النادي الاهلي النهارده امام سبورتنج ان شاء الله يوصل للمرتبه الاولى ب8 نقاط. يعني يمكن دوري عموم السيدات زي ما قلت محمد النظام الجديد بتاعه النهارده او السنه دي مخليه اقوى كتير جدا، يمكن حجم مبارياته وكميه مباريات كبيره جدا. يمكن النادي الاهلي زي ما قلت في الاستوديو واتكلمته يعني مدجج بالنجوم، يمكن القائمه 20 لاعب يمكن يجيب بس فقط فريده شلاوي طبعا لاجراء عمليه الرباط الصليبي، ولكن كابتن يحيى يوسف معاه 19 لعيب من بدء المعسكر. يعني تكلمنا بقى روزان الاهلي استعد ازاي للمباراه وللدوره بشكل عام. طبعا يا محمد يعني النادي الاهلي استعداد قوي جدا لدور النهائي بالدخول في معسكر مغلق من يوم الاربعاء اللي فات باحد الفنادق طبعا القريبه من الصاله هنا، وبرنامج الفريق كالاتي: فندق الاقامه، طبعا البدايه في فيديو للكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق في تمام 5 مساء، وبعدها طبعا تناول وجبه الافطار في 6:30 مساء، ومن بعدها طبعا بيبدا الفريق يعني يجهز للتحرك لملعب المباراه. مش بس الاهلي كمان استعد بقوه، ولكن كمان سبورتنج يا محمد ويفكرون في الاستوديو استعد بقوه. يمكن فريق سبورتنج برضو هنا مقيم في القاهره من يوم الاربعاء اللي فات في معسكر مغلق بقياده كابتن اشرف صالح المدير الفني للفريق، يمكن اتكلمت معاه قبل بدء المباراه قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير وهو صاحب البطوله الدائم، ولكن احنا عايزين نعمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي. طبعا كل المصري بتشوفنا وسعيدين باذاعه المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي اللي كل الناس بتتابعها، باذن الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي، وان شاء الله تكون البطوله المفضله للنادي الاهلي وهي بطوله دوري عموم السيدات تظل في مكانها في دولاب بطولات النادي الاهلي. دي كانت كل الاجواء والكواليس هنا من صاله سيتي كلاب بمدينه السلام. العوده مره اخرى ليك زميلي محمد وظيوف الكرام، اتفضل. كل الشكر للزميل العزيز محمد توفيق على هذه التغطيه، وايضا كل الشكر والتوفيق للزميله العزيزه روزان ناصر. يمكن قربتونا اكتر من قلب الحدث وكنتم متواجدين بالتاكيد في صاله سيتي كلاب عشان نعرف من خلالكم اخر الاخبار والاجواء المتعلقه بمباراه الاهلي وسبورتنج في هذه المباراه المهمه جدا.